اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج كواليس يلا كوره. يعني حلقه النهارده بتاعتنا سخنه شويه، هنتكلم فيها عن المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي والاستبدال، لان الناس عايزه تعرف موضوع الاستبدال. في البدايه المنتخب الاول في ازمه كده، بوادر ازمه. الكابتن محمد النني كلم احد اعضاء الجهاز الفني المساعد للكابتن حسام البدري وطلب منه ان هو يبقى موجود بصفه اساسيه في المباريات، خصوصا انه محمد النني شايل المنتخب الفتره الاخيره كلها مع كل المدربين، ومعنى ان هو يبقى جليس الدكه، فبالتالي ده هيأثر على محمد النني سواء خارجيا او في منتخب مصر او على مكانه الرئيسي اللي بيلعب فيه داخل منتخب مصر. النني فضل ان هو ما يتكلمش دلوقتي لانه في ماتش مهم مع جزر القمر اللي هو يبقى بكره، وبالتالي محمد النني عارف كويس جدا ان هو لو افتعل ازمه في ظل الازمات الكتير اللي بتقابل الكابتن حسام البدري هيبقى الموضوع صعب جدا. كابتن حسام البدري هيعمل ايه بقى؟ هيلعب بنفس تشكيل مباراه كينيا اللي تعادلنا، والجمهور المصري والاعلام المصري والراي العام زعلان جدا من المنتخب من الكابتن حسام. كابتن حسام هيحاول يرضي الناس دي كلها وهيغير ثلاث تغييرات في تشكيله منتخب مصر. بالنسبه للتشكيل هيبقى موجود محمد الشناوي في حراسه المرمى، وعلى اليمين احمد فتحي هيتم سحبه والدفع بمحمد هاني، ناحيه الشمال عبد الله جمعه هيتم سحبه والدفع بايمن اشرف. فدول اول تغييرين داخل تشكيله الكابتن حسام البدري. في قلبهم يبقى موجود احمد حجازي ومحمود علاء زي ما هم، قدامهم احنا قلنا محمد النني والمشكله، وبس محمد النني مش هيلعب برده، هيلعب السوليه ويلعب طارق حامد الا اذا بقى كلمه النني مشيت في الاخر. قدامهم قفشه اللي بيحافظ على مكانه واللي هو مكان عبد الله السعيد واللي الكابتن حسام بدري بيعتمد عليه جدا لانه احد مفاتيح اللعب المهمه، ولكن حسين الشحات هيبقى مش موجود، وموجود مكانه زيزو، وموجود الناحيه الثانيه تريزيجيه. زيزو وتريزيجيه ممكن ادوارهم تتبادل داخل الملعب، يعني ده يلعب مكان دوت وده يروح الناحيه الثانيه. في الهجوم كهربا، وانه ليه الناس بتقول ما يلعبش بحسام حسن كمهاجم صريح؟ هو الكابتن حسام بدري بيفضل انه يسيب حسام حسن على الدكه بحيث ان هو المهاجم الوحيد اللي معاه، لو اتزنق يرجع كهربا مكان زيزو وينزل حسام حسن، فيبقى عنده حلول، خصوصا ان اللعيبه اللي معاه قليله جدا وعامله عليه عبء نفسي كبير. ده بالنسبه للمنتخب الاول، ولكن اتحاد الكره فين من الموضوع؟ اتحاد الكره قال لك احنا هنوقف ورطه، مش الكابتن حسام البدري بس، احنا لسه جايبين الراجل، فتعادل ماتش لو خسر الثاني يبقى موقفنا محرج ومخزي جدا. الاستاذ عمرو الجنايني رئيس البعثه ما راحش مع البعثه، قال لا خليني انا بقى هنا عشان انا ايه ما تبقاش اول رئاسه بعثه ويبقى تفاؤل وتشاؤم وشكلي وحش ولا حاجه، فبالتالي خلاص ودي الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس مجلس الاداره اللي سافر رئيسا للبعثه، وكمان قال لهم تحيات اللجنه اللي بتدير اتحاد الكره، وقال لهم 60,000 جنيه لكل لاعب لو فزنا بهذه المباراه، خلاص ان احنا نفوز على جزر القمر ب 60,000 جنيه، لو لعبنا البرازيل وكسبنا ناخد بقى 3-4 مليون. المهم ان ده التحفيز اللي عمله اتحاد الكره علشان خاطر يحمس لعيبه منتخب مصر. نقفل الصفحه دي ونروح لصفحه المنتخب الاولمبي. كابتن شوقي غريب عمال يلم على اللعيبه بتاعته كويس جدا، لانه مش انديه اللي بتتواصل مع اللعيبه، لكن في وكلاء لعيبه كتير جدا بداوا يجوا ويقدموا عروض ان من خلال شركات تسويق تقدر تسوق بقى مصطفى محمد، تسوق بعض اللعيبه اللي الكلام عليهم كتير. فالكابتن شوقي غريب حول معسكر منتخب مصر في التجمع الخامس في احد الفنادق الى سكنه عسكريه، بحيث انه محدش يقدر يدخل ولا يخرج من وكلاء اللعيبه، ونبه على اللعيبه ممنوع ان احنا ننشغل بالامور دي، نعدي مباراه جنوب افريقيا وبعد كده كل لعيب يتكلم في الامور اللي هو عايزها، وان انت هتقدم مردود طيب كل الناس هي اللي هتجري وراك، وده اللي الكابتن شوقي غريب بيشتغل عليه مع لعيبته. الحاجه الاخيره، الناس اللي بتسال على الاستبدال ومتلخبطه في موضوع الاستبدال، القايمه 30 لعيب للفريق الاول، كل نادي من حقه ان هو يشيل لعيب ويحط مكانه لعيب، يطلع لعيب اعاره ويحط مكانه لعيب، ما فيش اي مشكله خالص، ولكن بشرط ان هم ما يكونوش اكتر من 5 لعيبه. فبالتالي موضوع الاستبدال ده اللي موجود داخل لائحه اتحاد الكره، وفي 4 لاعبين افارقه موجودين في القايمه، بجانب انه اللاعب السوري يعتبر مصري، اللاعب الفلسطيني يعتبر مصري، عندنا لعيب واحد فقط من انديه مثلا تونس الجزائر من شمال القاره ان هو يعتبر لعيب مصري، ومعظم الكلام ده هيتلغي السنه اللي جايه. وبالتالي دي كانت حلقتنا النهارده من كواليس يلا كوره، استنونا في حلقه جديده.